بلوجن النهاردة هيغنيك عن أي تكست جاهز، لأنه ببساطة بلوجن مرن وفيه كل الأدوات اللي هتمكنك من صنع تكست 3D عادي أو تكست 3D تكستر، ومن خلاله هتقدر تصنع آلاف النصوص المختلفة الأشكال والألوان وبأي خط تختاره، عشان هو بيشتغل مع كل الخطوط، وكل ده في صفحة الإيديت بدون استخدام صفحة الفيوجن. فيلا نشوف البلوجن ده بيشتغل إزاي. أول حاجة تعملها كالعادة إنك تنزل في صندوق الوصف وتضغط على الرابط الموجود عشان تحمل البلوجن. افتح الملف اللي حملته وهتلاقي 3 ملفات، الأول وهو ملف البلوجن، والتاني فولدر لمجموعة من صور تكستر، والتالت مجموعة من الخطوط 3D تقدر تعمل لها انستول بالشكل ده. أول حاجة اضغط دبل كليك على ملف البلوجن، وبعدين هيفتح في الدافينشي وتعمل انستول. بعد كده تروح على الإفكت، وبعدين تايتل، وبعدين تروح على باري، وهتلاقي البلوجن قدامنا أهو. اسحبه على التايم لاين. في حالة إنك لقيت الشاشة سودة ومفيش خط ظاهر، روح على تغيير الفونت وغيره، وهتلاقي البلوجن اشتغل معاك لأنه شغال على أي فونت. تعالوا نجيب باك جراوند وليكن فيديو زي ده. اسحب البلوجن بالطول اللي انت عايزه، هتلاقيه شغال معاك. بعد كده هنروح عند انسبكتر، وبعدين فيديو، وبعدين تايتل، وهتلاقي 4 صفحات في البلوجن: كنترول والانيميشن والكلر واللايت. اول حاجة صفحة الكنترول، وهتلاقي فيها 3 صفحات فرعية. الصفحة الاولى سيتنج ايماج تكستر، وهنا لو ضغطت على براوز هينقلك عشان تختار صورة التكستر اللي انت عايزها. طبعا تروح على الملف اللي انت حافظ فيه صورة التكستر، وتختار اي صورة تحبها بصيغة JPEG او PNG. اول ما تختار الصورة هتلاقي شكل التكست اتغير على طول. بعدين هتلاقي هنا تولز للتحكم في الصورة بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنا هتلاقي ويرب مود، تقدر تختار المود اللي يناسبك للمشهد اللي انت شغال عليه. بعدين الصفحة التانية وهي التكست، هنا بنكتب العنوان، وهنا حجم النص تكبر او تصغر، وهنا لو عايز تباعد بين الحروف، وهنا تقدر تخلي الكتابة اما افقية او عمودية، وهنا لو عايز تخفي النص من اليمين للشمال. طبعا تقدر تتحكم في كل ده بالكي فريم. وبعدين الصفحة الثالثة وهي التحكم في بروز وحجم النص الـ3D، وهتلاقي مجموعة باراميترز تقدر من خلالهم تتحكم في شكل الـ3D زي ما انت شايف كده. بعدين نروح للصفحة الثانية من الصفحات الرئيسية وهي التحريك أو الانيميشن، وهتلاقي 4 صفحات فرعية. أول واحدة وهي الترانزليت، ودي بتحرك فيها النص إما بطريقة عرضية أو تحركه بطريقة أفقية، أو من خلال الزد تعمل زوم إن وزوم أوت. بعد كده الصفحة التانية وهي التدوير أو الروتيت، ودي تقدر تتحكم في حركة الـ3D للنص. والصفحة التالتة وهي البيوفيت، وهي أدوات بتخدم عملية التدوير وبتشتغل مع أدوات التدوير، وهنا برضه تقدر تستخدم أدوات تارجت في عملية التحريك. وآخر صفحة وهي أدوات التحكم في الحروف، وتقدر من خلالها التحكم في الحروف بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده عندنا صفحة التلوين، وهتلاقي صفحة التلوين ومن خلالها تقدر تغير لون النص بالشكل ده. وهنا تقدر تصحح الألوان بتاعة التكست بالشكل اللي انت شايفه ده. وهنا تقدر تصحح ألوان التكست مع الباك جراوند زي ما انت شايف كده. لكن لو عايز تصحح ألوان التكست فقط، تروح فوق خالص وتحط علامة صح في المربع ده عشان يكون التصحيح على التكست بس زي ما انت شايف كده. بعد كده نروح للصفحة الأخيرة وهي بتاعة الإضاءة، وهتلاقي صفحتين: دايريشنال لايت والسبوت لايت، ومن خلال البارامتر الموجودة تقدر تتحكم في اتجاه الإضاءة من خلال التحكم في أدوات الدايريشنال لايت والسوفت لايت زي ما انت شايف كده. طبعا من خلال الكي فريم تقدر تتحكم في كل الأدوات دي. فمثلا تعالوا نعمل أنيميشن للتكست ده، نروح لصفحة الأنيميشن، وبعدين نعمل زوم كامل لكل النص بحيث ان هو يختفي، وبعدين تضغط على نقطة الكي فريم، وبعدين تحرك الهيدلاين للمسافة اللي انت عايزها، وبعدين تروح تعمل زوم اوت ونرجع النص للوضع
اللي انت عايزه وليكن كده مثلا. وبعدين نروح صفحة الكنترول، وعند التكست نروح عند التراكنج عشان نعمل حركة لتباعد الحروف. اول حاجة حط الهيدلاين عند اول التكست، وبعدين من التراكنج باعد بين الحروف على الاخر، وبعدين اضغط على نقطة الكي فريم، وبعدين حرك الهيدلاين عند النقطة اللي ينتهي عندها التحريك، وبعدين روح للتراكنج وقرب الحروف تاني بالشكل ده، وبعدين يطلع معاك الانيميشن بالشكل ده. طيب انا عايز اتحكم في كيرف التحرك، فهعمل ايه؟ هروح عند البلوجن فوق واضغط على علامة الفيوجن عشان ينقلني للصفحة الفيوجن، وما تخافش هي خطوات بسيطة. وبعدين اطلع فوق واضغط على سبلين، وهيظهر لك مكان التحكم في الكيرف. اول حاجة علم صح على كل المكانين اللي عملنا فيهم الكي فريم، وبعدين اضغط هنا عشان تعمل زوم ويظهر لك كل نقاط الكي فريم، وبعدين اضغط هنا عشان تعلم او تمارك على كل نقاط الكي فريم، وبعدين نروح ونضغط على اول واحدة دي وهتلاقي حصل عملية سموز للكيرف. اضغط على حرف تي في الكيب وورد عشان يتحول لإيزي إن وإيزي أوت، ويظهر ليك فوق هنا وتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز بالشكل ده. نرجع لصفحة الإيديت ونشوف الحركة بقت عاملة إزاي. طبعا تقدر تستخدم البلوجن كنص 3D عادي عن طريق انك تروح هنا وتمسح عنوان صورة التكستر عشان يتحول النص للون الابيض، واللي تقدر تروح صفحة الالوان وتختار اللون اللي يناسبك. وبكده انت عندك بلوجن تقدر تتحكم في كل شيء فيه وتصنع الاف النصوص بمختلف اشكالها وحركتها. لو شفت انك استفدت من الفيديو، فاقل شيء ممكن تقدمه ليا انك تضغط على الاعجاب وتعلق باي شيء، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. سلام.